ما كل نشاد عطيته علومي الله هل ولا كل من سولف علي يستمع فيه عارف مواجيبي وعارف سلومي والحق من قدام يطلب وانا اعطيه بعض المجالس فيها بسكت وقومي ما اقول لا حتى وحتى ما اقولي هدفي بعز وعزتي في قدومي الرجل قدره مرتبط في مبادئه واكره مجيجي اهل الدنس والظلومي رع الدنس والظلم لو مت ما جيه مالي ومال اللي يزود همومي حسنا عندي ما تساوي مساويه وحب سفرين الوجيه القروم اللي دوب المرجله ما تعنيها الليل يا خواك جزل وصرومي حق الخوي قدام حقه يبديه وحب سير بس ما هوم يومي للي مجالسهم للمجد أعاليها اللي مجالسهم المنجة تدوم من يوم تزبل قال يالله تحييه وحب عدي عاليات رجومي الرجمة بج خاطري يوم عديه وسج رجلي فالسهل والحزومي صدري يضيز ومثل هذا يداويه وحب من تدرى خفايا تلومي مامونة الجانب وانا ماني فيها روعانها وارجع لها محشومي عما يسدرني لو حيته طاري هذه هي اللي حبي لها يدومي لو طالت الايام ما بيع تاليه وحب اصلي فرض ربي وصومي واقرا المنزل وتدبر معانيه واقوم ادعي لاذبح النجوم الواحد اللي كل الاجواد تدعيه وانصح لا شفت النصيحه لزومي والمبتلى ادعي ربي انه يعافي هذه طرائف من طرائف علومي والناس كلن هو الادرى بما فيه ما في احد في الحياه معصومي لكن من عرف الخطا لا يسوي سواء لكن جميل. من عرف الخطا لا يسوي لا يسوي ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله وجهك والله جميل اخذنا هذا تسلم ابو زياد بعد ترى عنده قصيدتين عن البرنامج ودنا عقب هالقصيدة الجميله من ابو عايض نسمع بعد من ابو زياد ايش تقول يا ابو زياد ابشر سلام